بالموازاة، قتل 3 من ضباط الشرطة الإسرائيلية في عملية إطلاق نار عند حاجز ترقوميا قرب الخليل بالضفة الغربية. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إنه قتل منفذ عملية إطلاق النار على عناصر الشرطة الإسرائيلية بالقرب من حاجز ترقوميا جنوب الضفة الغربية. ويظهر في المشاهد لحظة تفجير المنزل قبل دخول الجنود إليه واحتجاز جثمان الشاب الفلسطيني. ألو ألو